انفكتيف اندوكارديتس، مرض خطير يصيب القلب. كان في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين يعتبر من أعتى الأمراض الفتاكة، التي كانت نسبة الوفيات بها قد تصل إلى 100% عند الإصابة بهذا المرض. وهو عبارة عن بكتيريا تصيب الطبقة الداخلية للقلب التي هي الاندوكارديوم، وبالتالي تؤدي إلى تجمعها على صمامات القلب، وتؤدي إلى تدمر لصمامات القلب، وأيضا انطلاق هذه البكتيريا على شكل سيبتيك امبولاي أو خثر مرضية، قد تؤدي إلى انسداد بعض الشرايين، وتؤدي إلى تسمم الدم، وتؤدي إلى الموت. ولكن في بداية الأربعينات من القرن الماضي، وعند اكتشاف عقار السلفانامايد، قلت نسبة الوفيات من هذا المرض إلى 25%. وبعدها اكتشف عقار البنسلين ليقارب الشفاء من هذا المرض إلى نسبة كبيرة تصل إلى 80% من الحالات. تطور بسيط أدى إلى كل هذا. نعم، إنه علم الأدوية فارماكولوجي الذي غير فهمنا للأمراض وغير طريقة علاجنا.